Allô, docteur ? Allô, docteur ? Allô ? Allô, docteur 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 ? الجلوكوم مرض الزرق ارتفاع ضغط العيون ولا طونسيون ديال العيون هو احد الامراض المزمنه سيت ان بروبليم دو سانتي بوبليك واحد الامراض اللي كتسبب لينا في العمى ديال العيون وهذا هو الموضوع ديال اليوم باش نقدروا نفهموا منين كيجينا هذا المرض ديال الجلوكوم تيخصنا نعرفوا انه داخل العين ديالنا كاين عندنا واحد السائل اللي هو سميتو لومور اكيز هذا السائل اللي هو لومور اكيز كيتصيب من طرف لي بروسيس سيليير وكيخرج عبر قنوات التدفق الدور ديالو داخل العينين وكيعطيها لا فورم كيغذي الانسجة وكيعطي الرطوبة ديال العينين اختلال في التوازن سواء في القنوات اللي كتصيب لينا لومور اكوز او اللي كتدفق لينا لومور اكوز كتعطينا ارتفاع نسبة الضغط ديال العينين اللي هي احد الاعراض او احد العوامل المباشرة للمرض ديال الجلوكوم المريض ديال الجلوكوم في البدايه ديالو كيبدا كيحس بالشوف كيبدا كينقص ليه بواحد الطريقه اللي هي تدريجيه من بعد كيبدا كيحس بانه ما قادرش يشوف الشعاع اولا ما قادرش يشوف الشمس العوينه ديالو كتبدا كتحمر ليه وكتضرو بزاف لي سيتوياسيون دو كريز اي دي فوا تيحس بدينوزي اي تيحس بديفونيسمون وفي الحالات المتطوره جدا المريض ديال الجلوكوم كيجي كاريمون بلاسيسيتي يعني كيمشي ليه الشوف المريض ديال الجلوكوم ولا بد خاصو يشوف الطبيب الاختصاصي اللي هو الطبيب ديال العيون باش كيشخص الحاله ديالو ويقول انه فعلا مريض بالجلوكوم كيدير مجموعه ديال لي اكسبلوراسيون ا سافوار لو شون فيزويال اي دوتر اكزاما باش نعرفو شنو هو السبب ديال هاد الجلوكوم وانستوراسيون ديال لو تريتمون Le traitement, des fois, qui est médical par des coulures hypotonisantes, les hématocytes qui nous consolident mais le tension de l'œil, bien des fois qui est chirurgical, bien des fois qui est médico-chirurgical, يعني qu'on a besoin de hématocytes ainsi que de chirurgie. بالنسبة للناس اللي أحد الأفراد ديال العائلة ديالهم مريض بمرض الجلوكوم ولازم عليهم أنهم يشوفوا طبيب ديال العيون بطريقة اللي هي دورية يقيس لهم نسبة الضغط ديال العيون ديالهم ولو مرة واحدة في العام اون فوا اون ديباس لاج دو 45 ans ولا بد نمشيو عند طبيب ديال العينين باش يقيس لنا نسبة الضغط ديال العيون إلا كانوا عندنا التهابات في الجسم ديالنا أو لا تعرضنا لحادثة على مستوى العين ولا بد نشوف طبيب ديال العيون باش يقيس لنا نسبة الضغط ديال العيون إلا شوف هبط لينا بواحد الطريقة اللي هي ما فهمناهاش أو لا شكينا فيها ضروري خاصنا نشوفوا الطبيب ديال العيون نحطوا ديما في بالنا أنه نقدروا نكونوا مصابين بهذا المرض ديال الجلوكوم نبداو في البداية ديالو قبل ما يتطور ويوصل لإن سيتوياسيون كي هي إيرفيرسيبل إلا مشى شوف مالوغوزمون ما تيعاودش يرجع